مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية المرحلة الابتدائية، واليوم عندنا درس جديد من كتاب النشاط للصف الثاني ابتدائي English World Work Second Primary Activity Book Page 62 and Page 63 from Unit 5 Lesson 5 من الوهلة الخامسة الدرس الخامس. قبل أن نبدأ درسنا هذا اليوم، إذا كنت جديد بالقناة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الإشعارات وضغط زر اللايك لدعم الفيديو ودعم القناة. عندنا أول تمرين هذا اليوم بعنوان Listen, read and say. Listen, read and say. اسمع اقرأ وردد. اسمع اقرأ وردد. Listen, read and say. اسمع واقرأ وردد. عندنا مقطع صوتي، راح نسمع المقطع الصوتي ونرجع لكم. Track 60 and say Brown Black Big Ears Short Feet Long White Legs. نعم، راح نسمع لها مرة أخرى. Track 60. Listen, read, and say. Brown. Brown. Black. Black. Big. Big. Ears. Ears. Short. Short. Feet. Feet. Long. Long. White. White. Legs. Legs. تمام. هاي هي الكلمات اللي عندنا. مثل ما سمعتوا. التمرين الثاني read and match اقرأ وطابق يريد من عندنا نقرأ ونطابق الكلمات يقول لنا it is big it is black it has four legs مثل ما تشوفون عندنا هاي الخمس صور راح نقرأ ذني الجمل ونحاول نخمن او نحزر يا هو من ذني الحيوانات اللي هو دا يتكلم عنه تمام؟ إذن شو يقول لنا؟ It is big It is big هو big It is black هو أسود It is big It is black إذن هو أسود وهو كبير It has four legs وعنده أربع سيقان تمام؟ It is big It is black It is It has four legs وعنده أربع سيقان شنو what is it what is it قدرتوا تخمنوا yes very good it is the horse it is the horse إذن راح نخلي number three هنا the horse الحصان it is big هو big كبير it is black وأيضا هو أسود it has four legs وعنده أربع سيقان اللي بعده It is small هو small It is brown هو بني and white وأبيض brown and white It has long ears وعنده إذانات طويلة شنو small صغير brown بني and white وأبيض It has long ears وعنده إذانات طويلة شنو Very good. Rabbit. 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 آخر شيء عندنا. It is short. It
It is short, هو قصير. It is black, هو أسود. And white, هو أبيض. It has two feet, عنده قدمان. Two feet. It is short. It is black and white. It has two feet. شنو هو؟ Penguin. Penguin. ليش؟ لأن هو short. أيضا black and white. و has two feet. Has two feet. هاي هي طريقة حل التمرين الثاني. ننتقل إلى التمرين الثالث بعنوان Craze and Copy. طبعا هذا التمرين إحنا ماخذين منه نماذج هواي وحالي، فطريقة حله راح تكون سهلة علينا بعنوان Craze and Copy. يريد من عندنا نطوخ ومن بعدها ننسخ الحرف على الخطوط. إذن شو راح نسوي؟ نسوي لأول شيء عندنا حرف الـ I وحرف الـ J، اسمهن I و J، أما أصواتهن A و J. أول شيء نجو خط عدل من فوق لجوا وخط طين جانبيات بهذا الشكل، تمام؟ هسه راح نسوي له كوبي، خط عدل من فوق لجوا وخطين جانبيات. هذا بالنسبة لحرف الـ I. عندنا حرف الـ J مثل السنارة وخط عدل من فوق، راح ننسخها مثل السنارة وخط عدل من فوق. عندنا حرف الـ I السمول الصغير، طبعا احنا من تم متعلمين ايد بطن رجل، هذا الخط الأول نسميه الإيد، خطين بالمنتصف البطن والخط الأخير هو خط الرجل. الاي السمول شو ياخذ؟ ياخذ البطن فقط، تمام؟ ياخذ البطن فقط. ننسخ الحرف اكثر من مره حتى نتدرب على طريقه كتابته بشكل صحيح. عندنا اللي بعده حرف الجي السمول، ياخذ عندنا البطن والرجل، البطن والرجل على الخطوط بالاسفل. ما ياخذ ايد وبطن، لا، بطن ورجل، ينزل على الخطوط الجوا، تمام؟ هاي هي طريقة الحل. عندنا الاي الكابيتال راح ننسخه على الخطوط، ياخذ اول ثلاث خطوط الايد والبطن، خط عدل وخطين جانبيات، خط عدل وخطين جانبيات، خط عدل واثنين جانبيات. عندنا اللي بعده جي بهذا الشكل. هاي هي طريقة حل هذا التمرين، عبارة عن تدريب على كتابة الحروف، أيضا نقدر نكتبهن بالدفتر حتى نتدرب عليهن أكثر. عندنا اللي بعده write the letters. write the letters، اكتب الحروف. عندنا حروف مفقودة لهاي الكلمات، راح نكتب هاي الحروف لكل كلمة من هاي الكلمات. عندنا الكلمة الأولى اللي هي jelly. jelly هي حرف مفقود، حرف ال ج، jelly. اللي بعده عندنا ال ink، الحبر. ink هي حرف مفقود، ال إه اللي هو حرف ال I، إه. عندنا juice، هي حرف مفقود، ج، juice، 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 jelly، ink، juice، jelly، ink. جوز، تمام؟ عندنا نمبر 5، write the small letters، اكتب الحروف الصغيرة. طبعا احنا اخذنا الحروف الكبيرة، هسه راح نكتب الحروف الصغيرة الهن، تمام؟ عندنا حرف الـ A، شنو الحرف الصغير ماله؟ هذا. عندنا حرف الـ B، عندنا حرف الـ C، حرف الـ D، حرف الـ E، حرف ال F، حرف ال G، حرف ال H، حرف ال I، حرف J. A B C D E F G H I J. هذني الحروف، هذا الكابيتال وهذا السمول. A B ك د ا ف ك ا ج، تمام؟ ها
هاي هي الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة. أتمنى تكونوا استفادتم من درسنا هذا اليوم. لا تنسون الاشتراك بالقناة.